نظمت مؤسسة صناع الحياة بالتعاون مع القرية الذكية كرنفال رمضان، والذي من خلاله تم تعبئة 5000 كرتونة مواد غذائية، ومن المقرر أن توزع المواد الغذائية على المستفيدين خلال شهر رمضان. احنا النهارده موجودين مؤسسه صناع الحياه تحت مظله التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بالتعاون مع القريه الذكيه، بنعبي كراتين رمضان. ده ضمن انشطه صناع الحياه في شهر رمضان الكريم. مفروض ان احنا هنوزع الكراتين الغذائيه على 350 الف مستفيد في مختلف محافظات مصر. كمان هيكون عندنا نشاط خاص بالوجبات الساخنه واللي هي وجبات الفطار، هيكون عندنا 170 الف مستفيد خلال الشهر، بيتم دراسه حالتهم طبعا والتاكد من احتياجهم كل المستفيدين يعني. وعندنا كمان حاجة اسمها الكسوة، ودي بتبقى بالنسبة لنا ختام شهر رمضان، الحاجة الفرحة اللي بنعملها مع المستفيدين، وهي لبس العيد. احنا لبس العيد بنعمله بطريقة معينة، ان احنا بنبعت للمستفيد رسالة على موبايله فيها مبلغ معين، بنكون قبلها تعاقدنا مع مجموعة من المحلات المحيطة بالمنطقة بتاعته، والمستفيد بيروح يتوجه للمحل ده يشتري الملابس بتاعته، بيحس ان هو زيه زي باقي الناس، هو قادر ان هو يختار حاجة لاولاده يفرحهم بيها في العيد يعني. ده من ضمن انشطتنا لشهر رمضان. الموضوع بدأ عندنا اقبال شديد جدا من الشركات، من المتطوعين، من الجامعات كمان اللي موجوده هنا. الناس كلها حابه ان هي تشارك وانها تكون جزء من فكره صناع الحياه. احنا هدفنا في وجودنا في القريه الذكيه ان احنا نعمل تعبئه لاكثر من 5000 كرتونه. النهارده احنا متواجدين بتعاون مع القرية الذكية لتعبئة شنط رمضان مع مؤسسة صناع الحياة. شركة فيديكس مش أول مرة تساهم في أعمال الخير وتعبئة شنط رمضان. احنا بنشارك برضو مع بنك الطعام، والنهارده جايين قلنا يعني هنجدد السنه دي، وبدل ما بنتعاون مع مؤسسه واحده نتعاون مع اكتر من مؤسسه. احنا النهارده بالشراكه مع القريه الذكيه عاملين زي كامبين او ايفنت، تارجتنا فيه اكتر من 5000 كرتونه هيتوزعوا على اكتر من 350 الف مستفيد حول محافظات مصر كلها. فاحنا الحمد لله قدرنا ان احنا نخلص منهم 2000 كرتونه امبارح، والنهارده ان شاء الله متارجتين ان احنا نخلص 3000 كرتونه. يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توفير احتياجات الأسر الأكثر احتقاقا بكافة محافظات الجمهورية على مدار العام. ونظم التحالف في محافظة البحيرة فعالية توزيع 20000 صندوق مواد غذائية تلبية لاحتياجات المواطنين مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توفير احتياجات الأسر الأكثر استحقاقا بكافة محافظات الجمهورية على مدار العام. احنا بنحضر الحاجات بتاعت شهر رمضان الكريم بإذن الله، ودايما التحالف الوطني بيبقى من ضمن توجيهاته الوصول للشرائح الأولى بالرعاية. احنا طبعا عددنا المستهدف احنا حوالي 20000 كرتونة. طبعا مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية تحت مظلة التحالف الوطني هي مؤسسة بجهود ذاتية لم تقبل تبرعات، لكن الحمد لله احنا قدرنا نوفر عدد كبير جدا من السرع والمواد الغذائية للشهر الكريم. وفي محافظة البحيرة نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع عضو التحالف الوطني فاعلية توزيع 20000 صندوق مواد غذائية بالبحيرة. المؤسسة تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. المؤسسة تعمل بجهود ذاتية، لا تقبل أي تبرعات من أحد. احنا هنا كشباب متطوعين في مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بنعمل عمل تطوعي، وده عمل خير، وهو ده اللي ربنا قال لنا عليه والرسول عليه الصلاة والسلام وصى عليه. بنشارك ب 20000 كرتونة على الأسرة الأولى بالرعاية. احنا شغالين بقاعدة بيانات موجودة عندنا. تهدف هذه الفعالية إلى الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا ووصولها لكافة مراكز ومدن محافظة البحيرة، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.